أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة. حلقة جديدة في 2023 وهم عندنا اليوم 3 زلازل، الآن منهم 2 في دول عربية. عندنا كمان رسميا يعلن أن كل الأمريكان في خطر الآن، وموجة قطبية قادمة لم يشهدها التاريخ، والمعلومة الطبية أو الصحية اللي 90% من مشترك القناة أصروا على وجودها في كل فيديوهاتنا. فعندنا لهذه الأسباب المهمة داوم على تناول الطحينية السائلة. يلا بينا نشوف الأخبار بالتفاصيل، وقبل ما نبدأ بذكر حضراتكم دايما بعمل الإعجاب واللايك للفيديو، ما تبخلوش علينا بيه، وكمان يا جماعة الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. هتدوس على الزرار تحت الفيديو المكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب بالإنجليزي، واوعى توقف الفيديو عند حضرتك والمعلومات، دايما انشر الفيديو لتعم الفائدة على الجميع وابعته لأصدقائك ومحبينك علشان ما تبقاش انت الوحيد اللي بيجيلك المعلومة. واخيرا وليس اخيرا، مع اللي احنا بنشهده من حروب وغلاء وأوبئة، وزي ما انتم شايفين حتى الطبيعة تغضب بإذن الله طبعا، فده يخلينا نلتجئ إلى الله ونقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، اللهم نستودعك كل شعوب العالم الأبرياء، وقول معايا هذا الدعاء واكسب ثواب بدون ما تخسر شيء. يلا بينا نشوف الخبر الأول اللي معانا بيقول إيه، يلا بينا مع بعض. وعندنا هنا أول خبر بيتكلم على المعلومة الطبية أو الصحية اللي بنقولها دايما، داوم على تناول الطحينية السائلة، وده بتاريخ 1 فبراير 2023، وإحنا اليوم يوم السبت 4 فبراير 2023. نشوف إيه هي الطحينية السائلة وإيه قصده منها. تدخل الطحينية السائلة في أعداد الكثير من الوصفات والأطباق اللذيذة، لها فوائد كثيرة وتمد الجسم بالطاقة، إليك أهم فوائدها. محتواها الغني من الأحماض الطحينية من الأحماض الدهنية أو أوميجا، يغذي الجذور ويحفز نمو الشعر، تعمل على تقوية الدم في الجسم بشكل كبير، وتعالج مرض الأنيميا. الطحينية السائلة أو الطحينة السائلة لها كثير من الفوائد للمعدة، علاج مفيد لأمراض السعال والتهاب الحلق، توفر مصدرا جيدا للدهون الصحية والبروتين وفيتامينات به والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة. والطحينة يا جماعة دايما احنا عارفين انها معمولة من السمسم الخالص، يعني ما تدورش على الطحينة اللي معمولة من اي حاجة تاني، السمسم الخالص دي عبارة عن كنز في بيتك، او اعملها في بيتك وسهلة جدا جدا، واكتب كده طريقة عمل الطحينة في المنزل، هتلاقيها من اسهل ما يمكن وطعمها رائع ومفيدة جدا بالذات للي عندهم انيميا، وبتحمي كمان من الجذور الشاردة في السرطانات يعافيكم الله منها، ورائعة. فاعملوها في البيت، مش هتاخد منكم ربع ساعة، ولكن مفيدة ورائعة، وبإذن الله بالصحة والعافية للجميع. نخش بقى على الخبر الغريب، واحنا قلنا هنواجه زلازل في كل حتة في الدول العربية هذه الأيام، وطبعا قلنا التوقعات بالزلازل حتى الآن العلم لم يصل لها، ولكن التوقعات بأن المنطقة دي ستواجه زلازل فده موجود، أن العلم يقدر يقول، بس إمتى وإزاي وفين بالتحديد صعب، ولكن المنطقة العربية بالكامل أصبح فيها صدع زلزالي كبير، وفي أي لحظة ممكن نواجه زلازل زي ما حصل في المغرب وحصل في جمهورية مصر العربية الأسبوعين اللي فاتوا، 3 زلازل يمكن في جمهورية مصر العربية ورا بعض،
وفي تركيا دائما، والآن في العراق. زلزال بقوة 4.6 من 10 درجة يضرب محافظة ديالي العراقية، وده يوم 4 فبراير أو 4/2 يوم السبت اليوم. ونشوف ضربة زلزال بلغت قوته 4.6 من 10 على مقياس ريختر اليوم السبت محافظة ديالي العراقية. وأفاد بيان صادر عن الهيئة العامة للأحوال الجوية ورصد الزلزالي بالعراق بأن الزلزال وقع على بعد 14 كيلومتر شمال شرق خانقين من محافظة ديالي، وأن المواطنين في المحافظة قد شعروا به، وطلبت الهيئة المواطنون بضرورة الالتزام بالوصايا الزلزالية. و المصدر جاي من الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي. فده أول زلزال معانا في العراق، وقلنا إن المنطقة ستشهد هذه الزلازل المتتابعة في الأيام القليلة القادمة. ودايما نقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. الزلازل دي عبارة عن رسائل وإنذارات للعالم العربي اللي بعد عن الله، ما بقاش يعني دلوقتي المتمسك بالأخلاق والمثل والدين عبارة عن كمثل من يمسك الجمر في أيديه. أنا شايف كده أكن واحد مسك جمر في أيديه نار، فما حدش بيلتزم بالأخلاق والمثل أبدا ولا بالأديان أبدا. فخلي بالكم يا جماعة. عندنا كمان البحوث الفلكية بتقول زلزال بقوة 4.2 من 10 ريختر على بعد 37 كيلومتر شمال الغردقة في جمهورية مصر العربية، وده حصل بالأمس يوم الجمعة 3 فبراير بالأمس، وده يمكن ثالث أو رابع زلزال في أسبوعين أو حاجة. سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الجمعة 3/2 هز أرضية على بعد 37 كيلومتر شمال شرق الغردقة، وكانت بيانها بالتالي خطوط الطول وكذا. وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات، وتعمل كذا وكذا وتسجيله كذا، وإن ده يعني يمكن تالت أو رابع زلزال في خلال أسبوعين في جمهورية مصر العربية. وربنا يحمي كل الدول العربية بالكامل وكل شعوب العالم الأبرياء. وقول دايما معايا يا جماعة اللهم نستودعك كل شعوب العالم الأبرياء، قولوا أمين. عندنا كمان زلزال بقوة 4.6 من 10 درجة يضرب ولاية عثمانية التركية. وهنا طبعا تركيا خلاص ما بينها وبين الدول العربية ما فيش، قريبة جدا من الدول العربية وأمام البحر المتوسط، فدايما اللي بيحصل في تركيا بيبقى قريب منا جدا. وقع زلزال بقوة 4.6 من 10 يوم الجمعة برضو في قضاء دوز إيجي بولاية عثمانية جنوبي تركيا. وبحسب معطيات الموقع الإلكتروني لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد وقع الزلزال عند الساعة 2:05 بالتوقيت المحلي، وبلغ عمق الزلزال 7 كيلو، وشعر به أهالي الولايات المجاورة أيضا وفق المصدر. وقال والي عثمانية انهم لم يتلقوا اي بلاغ حول وقوع خسائر في الاوراق في الارواح او الممتلكات جراء هذا. وده قلنا الحمد لله، ونقول الحمد لله ان المنطقة العربية ما فيهاش الزلازل المدمرة. ولكن خلي بالكم الرسائل والانذارات اللي بتيجي بيقول لك قرب من الله، الكلام ده جاي من الله سبحانه وتعالى، فيتقرب يتخليك بقى في كل المعاصي اللي بيعملها الإنسان والبشر في العالم كله. فقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، وقولوا معايا أمين يا جماعة. هنخش بقى على أمريكا بعد تحذيرات الخطوط الجوية التركية. لا هنا في تركيا خلينا نخلي تركيا في خبر تاني، وهنا نفتح الخبر ده. الخبر ده في أمريكا، موجة قطبية تاريخية تضرب الولايات المتحدة وكندا. ويعني ايه موجة قطبية تاريخية؟ هل العقاب الإلهي لأمريكا يبدأ؟ لأن كمان لو قرينا كده موجة قطبية لم يشهدها التاريخ
تضرب شمال شرقي أمريكا الشمالية. الخبر ده بص فوق على اليمين بتاريخ السبت 4 فبراير 2023، لم يشهدها التاريخ، يعني أمريكا ما شافتش ده في تاريخها، وبالتالي ما نراه في أمريكا في هذا الشتاء الغريب اللي حصل فيها من ثلوج ومن تجمد البني أدمين وهم واقفين والحيوانات ومن هذه الموجة القطبية الذي لم يشهدها التاريخ، ففي حاجة بتحصل في أمريكا غريبة. ونقرأ: كثفت خدمات الأرصاد الجوية في كل من الولايات المتحدة وكندا تحذيراتها من يوم الجمعة بالأمس 3 فبراير في مواجهة درجات حرارة قطبية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي بحوالي 50 درجة، يعني 50 درجة تحت الصفر، في شمال شرقي الولايات المتحدة وشرقي كندا اللتين تجتاحهما رياح جليدية. وقد تشهد ولاية ماين في شمال الولايات المتحدة خصوصا ليلة الجمعة والسبت انخفاضا شديدا في درجات الحرارة إلى -51 درجة تحت الصفر، وفقا لنشرة صادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية لمنطقة كاريبو القريبة من الحدود مع كندا. وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية لمنطقة كاريبو إنه برد قطبي تاريخي غير مسبوق، هو اقرأ كده، برد قطبي تاريخي غير مسبوق على نطاق جيل كامل، وهو شيء لم يشهده خصوصا شمال ولاية ماين وشرقها منذ عام 1988 بحسب ما ذكرت فرانس بريس. وأشارت إلى أنه في أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة وهذه المنطقة من نيو إنجلاند قد تصل درجات الحرارة تحت تأثير رياح جليدية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود أو حتى مستوى غير مسبوق بتاتا في تاريخ الولايات، كما أفادت الوكالة الفرنسية. على الجانب الآخر من الحدود، أصدرت تحذيرات من برد قطبي في شرق كندا وفقا لوزارة البيئة التي أشارت بدورها إلى خطر الإصابة بقضمة صقيعة في غضون دقائق، وبلغت درجة الحرارة الظاهرية -41 في مونتريال بعد ظهر الجمعة، وقد تنخفض إلى -50 درجة في المناطق الشمالية من كيبك. وتصاعد دخان أبيض يعرف بدخان بحار المنطقة القطبية الجنوبية فوق نهر سان لوران بسبب البرد القارس الذي يمر به أو يمر فوق المياه غير المتجمدة. أما في مونتريال وفي إتاوا وكل ده يا جماعة، وخصوصا في بوسطن، هتبقى ليل السبت بقى النهاردة في بوسطن ونيويورك، هتبدأ درجات الحرارة الباردة والرياح، ومش عارفين هل هو غضب إلهي على أمريكا ما يحدث فيها وحاجات غير مسبوقة، ما عارفين إن بيحصل جليد في أمريكا، ولكن دلوقتي بيقولوا لم يشهدها التاريخ، فهل ده بداية تحذيرات ورسائل إلى أمريكا؟ الله هو أعلم، والله وحده هو العالم في الأشياء دي. نروح بقى من الجليد في أمريكا إلى برضو ما تشهده أمريكا هذه الأيام. حاكم ولاية مونتانا عن أزمة المنطاد بيقول الأمريكيون في خطر. ده يوم السبت 4 فبراير 2023، من 3 ساعات فقط. الأمريكيون في خطر، وده رسميا من حاكم ولاية مونتانا. إيه اللي حصل؟ كلنا عرفنا ان في منطاد او بالون كبير بيسبح في سماء الولايات المتحدة لدرجة دخل فوق القواعد العسكرية وفوق اماكن تخزين الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ولغاية دلوقتي مفيش اي قرار او امريكا مش قادرة تضربه.
ومحدش فاهم الصاروخ البالون ده او المنطاد ده داخل يعمل تجسس. طب عندهم اقمار صناعية، ولكن كتير من العلماء قالوا وخبراء المخابرات قالوا ان البالون يقدر يعمل حاجات ما بتعملهاش الاقمار الصناعية، بل هم متخوفين ليكون بيلقي بفيروسات عليهم او بيصور صور قريبة او بيعمل حاجة في الجو. وحتى البالون موجود فيه منصات للطاقة الشمسية، يعني مش محتاج ان يبقى فيه بطاريات ولا فيه كهرباء، هو طاقة شمسية. وبيقولوا ان فيه اجهزة تكنولوجية عالية جدا جدا. ولكن السر هنا، لماذا لم تضربه القوات الأمريكية؟ وكيف انه قدر يعبر ويخترق الدفاعات الجوية في السماء الأمريكية؟ محدش فاهم. بل بقى ان كل اللي قالته الصين ده البالون دخل بالغلط والهوا هو اللي نقله بالغلط لأمريكا. وبعد كده ابتدت تيجي مطالب بإسقاط منطاد التجسس الصيني، هل يفعلها بايدن؟ برضو ده يوم السبت النهاردة من ساعتين فقط 4 فبراير، ومحدش برضو رد عليهم. ليه أمريكا مش قادرة تضرب هذا البالون، مع ان لو صاروخ صغير طلع هيضربه؟ كمان دلوقتي ان الصين تمادت ويحلق فوق أمريكا اللاتينية رصد ثاني منطاد صيني، ده برضو 4 فبراير 2023، يعني بعتت منطاد تاني على أمريكا اللاتينية، مع ان هو جوه الولايات المتحدة منطاد أولاني. وده اترصد النهاردة يوم 4 فبراير، والتاني قديله يومين. وهنا نفس الخبر، البنتاجون بيقول يوم السبت 4 فبراير رصد منطاد صيني ثاني فوق أمريكا اللاتينية. ماذا يحدث وما تفعله الصين في أمريكا؟ محدش فاهم. وإيه عجز الأمريكان؟ لو شفنا حتى الفيديو بتاع البالون شكله إيه، وهنا لما طلعوا بيتكلموا عن القصة، البنتاجون بيقول اختراق بالون، ادي البالون يا جماعة حجمه كبير جدا ومليان اجهزة كتيرة قوي، وعليه منصات للطاقة الشمسية. فمحدش فاهم ليه امريكا عاجزة عن ضرب هذا البالون. وهنا علق حاكم ولاية مونتانا الامريكية الجمهوري عن الأزمة التي خلفها منطاد تجسس صيني موجود منذ أيام عدة فوق الولايات المتحدة، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ظهر الجمعة بالأمس أن منطاد تجسس صينيا تحرك شرقا وحلق فوق أجواء وسط الولايات المتحدة، فيما قالت بكين أن المنطاد لا يستخدم للتجسس. وقال لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أنه لم يتم إطلاعه على توغل المنطاد حتى الآن، ده حاكم الولاية. ووصل الأميال عديدة داخل الولايات المتحدة وبالتحديد إلى بيليجينز أكبر مدن مونتانا، وأضاف لقد حلق، بصوا بقى البالون فين، حلق بالفعل بالقرب من قاعدة مالمستروم الجوية وصوامع الصواريخ البالستية العابرة للقارات. وحين تم إخباري بالأمر كان المنطاد يحلق فوق أكثر مدننا اكتظاظا بالسكان، وأوضح من الواضح أن المنطاد كان هناك منذ فترة، إنه لا يتحرك بسرعة كبيرة. وتابع، لو كان القرار يعود إلى سكان مونتانا لكان هذا الشيء قد أخرج من السماء بمجرد دخول مجالنا الجوي السيادي. وأشار من الواضح أن القضية وضعت على مكتب الرئيس جو بايدن وقدمت له عدة خيارات، لسبب من الأسباب اختار عدم التصرف، ولسوء الحظ النتيجة هي أن الأمريكيون معرضون للخطر فيما يواصل أعداؤنا التشجع. وهنا القصة انه بيقول الامريكيون
معرضون للخطر. وكلام بقى كتير على منصات التواصل الاجتماعي بيقول ان احتمال بيرمي فيروسات في الجو، احتمال بيصور حاجات ما بيجيبهاش الاقمار الصناعية، احتمال بيتجسس على موجات الموبايل اللي موجودة في كذا، احتمال بيأثر على شفرات الصواريخ اللي موجودة اللي مر فوقيها، احتمالات كتيرة. ولكن هذا التشجع الصيني الغريب ان تروح بعت بالون تاني اليوم، وقلنا تاني رصد ثاني بالون، وهنا البنتاجون يعترف ان رصد منطاد صيني تاني فوق امريكا اللاتينية. وكده يا جماعة الخطر المرعب ان احنا عارفين ان العالم كله منتظر حرب صينية امريكية، ده الخطر المرعب. لو امريكا والصين دخلوا في حرب هتتأثر العالم كله في الاكل والغذاء والطاقة والاسعار، بل كمان من الحروب اللي هتشن بسبب هذه القصة. فاحنا في ادق الاوقات الصعبة جدا. ما الرد الامريكي؟ هل قدام العالم امريكا هتقعد مكتوفة الايدي بان منطادين او بالونين يدخلوا سماء امريكا ويتجولوا لعدة ايام ومحدش عارف بيعملوا ايه، ولا امريكا هتعمل رد فعل قاسي فالصين هتكون ردها اقوى، ولا هيكون في فيروس جديد فعلا بيتنقل في اجواء الامريكية، ولا في ايه؟ محدش عارف. ولكن القضية صعبة جدا، ودي اول مرة يمكن ان تلاقي دولة بعت بالون يتجول لعدة ايام داخل المفروض انها اقوى قوة في الارض وهي امريكا. فماذا سيحدث؟ الله اعلم. هنتابع الايام الجاية، ودايما اقول اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين. وقولوا يا جماعة معايا امين ومليون امين، وربنا يعدي هذا العام الغريب والخطير على خير باذن الله تعالى. في نهاية هذا الفيديو لم يتبقى لي الا شكر حضراتكم على وجودكم معي لهذه اللحظة. بفكركم دايما بعمل اللايك والاعجاب بالفيديو، نشر الفيديو لتعم المعلومة والثقافة العربية في كل مكان، الاشتراك في القناة ليصل كل جديد في كل ساعة وكل لحظة. اترككم في رعاية الله وامنه، استنوني فيديوهات مهمة جدا اليوم، والسلام ختام على الجميع.